أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن روسيا أعدت قوائم بأكثر من 40,000 مقاتل ينضوون ضمن قوات النظام السوري وأيضا مجموعات موالية لها ليكونوا على أهبة الاستعداد للقتال، هذا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن أكثر من 40,000 سوري سجلوا أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن عبر مراكز أقيمت في محافظات عدة بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام. وأوضح عبد الرحمن أن روسيا وافقت على 22,000 مقاتل من بين المسجلين قد تلقوا سابقا تدريبات عسكرية روسية وشاركوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا. وفي المقابل نفى المتحدث باسم لجنة المصالحة الوطنية التابعة للحكومة السورية عمر رحمون تسجيل أي شخص القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. أيضا أصدرت كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى 11 للصراع في سوريا، نددت فيه بدور روسيا هناك وفي غزوها لأوكرانيا.